حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هادو هما خوتنا الجزائريين اللي كنقولوا خوتنا زعما، وخاوة خاوة ما كاين عداوة، كنقدروكم وكنحترموكم. وملي كيجي عندنا شي واحد ضيف من الجزائر كنديروه تاج فوق الراس وكنقدروه، كنقولوا هذا خونا. إلا فرقتنا السياسة ما تفرقنا، ما يفرقناش الدين ديالنا وحنا جيران، وما تفرقناش الإنسانية، كنقدروكم وكنحترموكم. شي الا كان عليكم شي هجوم من المغاربة، راكم نتوما اللي كتجبدوا، نتوما اللي كتبداو، نتوما اللي كتعاديو المغرب. ديما اليد ديالنا مدوده للصلح، ديما كان ما كنبغوش شي واحد يضاف للجزائر. عقلتو ملي وقع داك الشاب اللي تقتل فرنسا، شحال ديال المغاربه تضامنوا معاكم، شحال ديال المغاربه الجاليه المغربيه داروا مظاهرات معاكم تما بشهاده الجميع. وانتوما غير جوج ديال اربعه ديال الشباب البارح كانوا داخل البحر تما، نقولوا حنا هاد الشباب طايشين، نقولوا هاد الشباب تلفوا في البحر مساكن، تقاد لهم ليسانس في البحر، نوض العسكر ديالكم يتيري فيهم ديك الوحشيه بحال هكا. شفت واحد الفيديو في تيك توك، لا حول ولا قوه الا بالله، الجثه هكا ديال الشاب مغربي هزوا البحر قتلوه العسكر الجزائري. كون كان دابا شي فرنسي ولا شي اسباني ما تقتلوش، تحترموه تقدروه، ولكن حيت خوكم هذا مغربي، حيت خوكم جاركم مغربي اللي كيجمعكم دين واحد وجيران يا حسره. شوفوا شي الكفار، وفي كفار في الانسانيه عليكم نتوما الكفار. اسبانيا شحال من يوميا تقريبا كيمشيو الحراقه تما، عمر شي واحد قتلوه ما كيتيريوش فيهم، بالعكس هادو كفار كفار، وكيمشيو عندهم الحراقه الافارقه المغاربه الجزائريين بزاف ديال الحراقه كيمشيو تما وما كيقتلوهمش. وانتوما اللي كتدعيو انكم مسلمين وجيران مع المغاربه يا حسره، عرب بحالنا بحالكم. شوفوا الا هاجموكم المغاربه راه ما تلوموناش على الهجوم، الا جا عندكم شي هجوم من المغاربه ما تلوموناش، مع احتراماتي للشعب الجزائري، ولكن العسكر ديالكم هو اللي كيدير الفتنه، العسكر ديالكم هو اللي كيجبد الصداع مع المغرب. او ما تكون فيكم واحد شويه ديال الانسانيه، واحد شويه ديال الانسانيه. تقتلوا اربعه ديال الشباب، جوج راه ماتوا مساكن وجوج راه في الخطر في السبيطار، ما تغيموتوا ولا يعيشوا، ماشي حشومه. عقلتوا ملي مات الجزائري ديالكم فرنسا، نادوا المغاربه مساكن كامل كيتضامنوا معاكم. كنا كنقولوا خاوه خاوه ونادى لله للفتنه ونادى الروينه. ملي كيجي عندنا شي جزائري هنا كنديروه تاج فوق الراس، كنرحبوا به وكنقدروه. وكل شي كنت قاس جزائري فيكم نتوما، كل شي جزائري وقع لي هذا الشيء راكم نوضتوا القيامه والهجوم من المغرب والهجوم ديال، وانتم اربعه ديال الشباب اللي قتلوا العسكر ديالكم، اربعه جوج مذاكرهم كما قلت لكم، واحد الجثه ديالو فوق البحر هز المباح. ما قدرت نشوف الفيديو في التيك توك، والله ما قدرت نصبر داك الفيديو، ما فهمتش انا هاد دوله عربيه يا حسراو. العسكر ديالكم هما اللي كيديروا الفتنه، مع احتراماتي للشعب الجزائري كنقولوا زعما خاوه خاوه. انا اقسم بالله لا طلع لي الدم من هادشي اللي شفت البارح، ما نكذبش عليكم. نقولوا حنا هاد الشباب طايشين كما قلت لكم، نقولوا تقاد لي من صان تسلفوا مساكن في البحر، ما كترحموش ابدا. صافي جات فيديكم دخلوا المياه ديالكم اقليميه ماشي حتى بزاف، صافي نتيلو فيهم قتلهم. وكون كان دابا شي فرنسي كما قلت لكم ولا شي اسباني كاع ما ديروا هادشي، كتبغيو تبانوا على خوتكم العرب، كتبغيو تفرضوا السلطه ديالكم على خوتكم العرب، خاصكم عاملين تدوزوا للمغرب، خاصكم على الفرصه فين تقتلوا خوتكم المغاربه. ها هما مساكن، اشنو استفدتوا دابا؟ عاقول اشنو استفدتوا دابا؟ هانتوما قتلتوهم، اشنو استفدتوا؟ والو، ما زادكم ما نقصكم شي حاجه، زعما درتوا شي انجاز، انجاز كبير درتوا انكم قتلتوا المغاربه، احتفلوا دابا انكم قتلتوا جوج اربعه ديال المغاربه. غير شوفوا الدنيا راه دواره، الدنيا راه دواره، وكيما جا قادر من بعد عاوتاني يجيو عندنا حنا الجزائريين وغار رحبوا بهم، لان المغاربه دغيا كينساو، المغاربه دغيا كينساو معروفين بالكرم. ولكن هذا الشيء غادي يبقى لكم نقطه سوداء في التاريخ، انكم درتوا هذا الفعل الشنيع. الكفار والكفار عباد الله ما كيديروش هذا الشيء، الكفار. انك اسبانيا شحال من حراقه كيمشيو، وكنشوفوا فيديوهات ما كيقتلوهمش، بالعكس كاين اللي كيرجعوا لبلادو، كاين اللي كيديو للسنترو، كيديو لتما حتى كيكمل 18 عام وعادي ما كيقتلوهمش. فيهم الانسانيه، نتوما لا حيت مغاربه، حيت هادو مغاربه خاصهم يتقتلوا كما قلت لكم. ما تقدروش العسكر ديالكم يدير هادشي مع ماما فرنسا، فرنسا ما تقدروش ديروا معها هادشي. فرنسا اللي باقا شاده الجماجم ديالكم لدابا في واحد المتحف، ما يقدروش يقتلوهم. لا هادوك هذيك فرنسا، هادوك اسبان، لو هاد كل هادو مغاربه مساكن خاصها تيريو فيهم ديك الطريقه بحال كل وحشيه. وينوض الشعب الجزائري يقول لك علاش كتهاجمونا وعلاش كتهضروا علينا وعلاش كديروا هادشي
وهانتو ما شوفوش شكون كيدير فتنه، غير شوفو تفرجو شكون كيدير فتنه في هذا الشيء. ما فهمتش انا هذا المغرب واحد ليكم، هذا المغرب ما فهمتش. معلم انا المغاربه ما كيجبدوكم، ما كيسبوكم، ما حتى شي حاجه. حتى السياسه ديال حتى العسكر ديال السياسه ديالنا ما كيجبدوكم حتى السياسه لا والو. ديما اليد ديالنا مدوده للصلح، النداء يا صاحب الجلاله ديما، الله يطول عمره الله يخلي لنا والله يشافيه، ديما كيقول الصلح 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 مع الشعب الجزائري، وديما اليد ديالو ممدوده. ونهار اللي كانت عندكم غير الحرائق ديالكم اللي كانت شعلة عندكم العافيه، ما لقيتوش الطيارات باش تطفيو، دار الرئيس ديالكم دار نداء لجميع الدول انهم باش يعاونوه. من المغرب اول دوله هو المغرب اقترع عليه الطيارات فابور، والرئيس ديالكم بغى يكري الطيارات باش يطفي ديك العافيه. الملك ديالنا الله يطول عمره اقترحوا عليكم طيارات فابور فابور، وما قبلوش هذه المساعده باش عرفوا سم الله يستر من جهه المغرب. ما يمكنش هاد الناس، انا ما كنهضرش على الشعب الجزائري، كنهضر على العسكر الجزائري اللي ما كيحشمش. وحول ربي فيكم الصراحه، جميع الشعوب كتقدم جميع ديك البلاد الله يستر. قاهركم قاهركم سيدنا بالانجازات وبالتطورات اللي غادي في المغرب، وحليكم هنا الله يستر. هنا كتبينوا غير على الحقد ديالكم، وكتبينوا على الكراهيه ديالكم، وكتزيدوا تثبتوا للعالم على انكم خبثاء. العسكر الجزائري كتزيدوا تثبتوا على انكم خبثاء بهذه التصرفات ديالكم. صافي عاد دخلوا 2 متر في الاقاليم ديالكم، انا نظن تيري فيهم باش تعرفوا. خاصكم غير خاصكم غير الفرصه، خاصكم غير شي حاجه تستغلوا باش تاذيو المغرب، شي حاجه قليله خاصك غير شي حاجه. أو لا حول ولا قوه الا بالله، والله لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. حنا زعما متبعين ان الجزائريين، وكنتواصلوا معنا الجزائريين، كنقولوا خوتنا ومشاكل معكم دم بزاف ديال الحوايج. شحال من واحد مزوج جزائريه، وشحال من جزائريه مزوجه بمغربي، ديروا على وجه هذا الشيء. وجيران الله يستر وصافي، ما كانش انا كنعرف حول المغرب من شي بلاصه اخرى تحط شي بلاصه اخرى. متبوع الله يستر، والله الا متبوع في هذا المغرب، وانا هز المغرب ند هذا الشيء ما داروش الكفار، ما كيديروش بحال هذا الفعل ديالكم نتوما في غادي بهذا الحق. ولكن حتى العسكر ما العسكر شوف واخد انت ما غير الاوامر ديال خدمتهم، داكشي اللي عندهم من الفوق يدخل شي مغربي تيريو فيه. ما هادشي من جاكم تيري ولا فين ديش قاتل الدراري مساكن باق المقتضى بالعمر ديالهم. كما قلت لكم هاد الدراري ديالهم حنا غلطوا، هاد الدراري تقاد لهم ليسانس، هاد الدراري تلفوا في البحر صافي نوضوا حنايا باق سهله عندكم نتوما تقتلوا الروح. ولكن حتى ديك روح مغربيه سهله باش تقتلوها، وكان قلت لكم كيما اجنبي ما يوقعش هاد الشيء. ومن يكون عليكم شي هجوم ما تلوموش الشعب المغربي، لوموا العسكر ديالكم اللي كيدير الفتنه، لوموا العسكر ديالكم اللي كيدير هذا الشيء. وحسبي الله ونعم الوكيل، حتى شي جزائري والجزائريه ماشي عندي يقول لي شي كلمه في التعاليق الله يرحم لكم الوالدين. صافي ملي كيتعلق الامر بولد بلادي ولا بنت بلادي راه ما كنعقل لا حتى شي واحد، نقول لكم اللي كاين. كون كان شي جزائري وقع عليه هذا الشيء غنوض وغنهضر، نقول حشومه ما تقتلوش واحد جزائري ولكن مولد بلادي حتى هو يتقتل. خاصكم نتوما كجزائريين تنوضوا تهضروا على هذا الفعل الشنيع، تنوضوا تقولوا لا للظلم لا للحقره. اش هذا الشيء راه الظلم هذا، لا حسبي الله ونعم الوكيل. انا كنقول الدراري غلطوا ماشي ما غلطوش، ولكن ماشي غنعاقبهم بهذه الطريقه. انا نصفيو عليهم صافي. او شوفوا سيروا على الحدود، سيروا وجدوا وتشوفوا الحدود، الشعب مع بعضياته محبه كنتغاوتوا. خوتنا الجزائريين خوتنا الجزائريين، وانتم الله يستر خاص غير منين تدوزوا للمغاربه حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم. تحياتي لكم اخوتي.